إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من استوديو الجزائر. طبعا كما وعدناكم نعود للحديث حول الزيارة التي يؤديها رئيس الحكومة التونسي للجزائر على مدار يومين إلى الجزائر، سيد أحمد الحشاني، اللي يعني تعد أول زيارة له بعد يعني تعيين رئيسا للحكومة في تونس. وكان يعني زار اليوم الجزائر، طبعا حل اليوم بأرض بالجزائر، كان في استقبال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وترأسه يعني الوزير الأول ورئيس الحكومة اليوم اللجنة المشتركة العليا بين البلدين في دورتها 22 والتي لم تنعقد منذ 6 سنوات. الوزير الأول عنده افتتاحه لهذا الأشغال، أشغال المنتدى الاقتصادي هذا، أشاد يعني كثيرا وقدم خارطة الطريق طبعا لمجمل الإصلاحات اللي عرفتها الجزائر في الأيام أو في السنوات الأخيرة هذه، يعني منذ اعتلاء رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون سدة الحكم، تكلم على قانون الاستثمار، تكلم على قانون الصفقات العمومية، تكلم على المناطق الحرة، تكلم على المبادلات التجارية بين البلدين التي ارتقت، تكلم على إتمام الشطر الرابط بين أو الشطر الأخير من طريق سيار شرق غرب الدرعان تونس، تكلم كذلك على الطريق العابر للصحراء، وتكلم على يعني مجمل الإصلاحات اللي قدمتها الجزائر واللي قامت بها الجزائر نحو إفريقيا، وهو يتحدث أمام مجمع تونسي يتزعمه رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني، رفقة يعني وفد كبير من الوزراء ورجال المال والأعمال والمستثمرين وغيرهم. وعلى ذكر مسألة الاستثمار، الوزير الأول يقول بأنه هناك 42 مشروع جزائري تونسي استثمار مباشر وشراكة جسد منه 38، وقال أنه المبادلات التجارية ارتفعت ب 54% في 7 الأشهر الأخيرة. للحديث حول أهمية هذه الزيارة، خلفياتها، ماذا ينتظر منها وغيره، أسعد باستضافة طبعا عبر الهاتف دكتور الاقتصاد عبد القادر بريش، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء في المجلس الشعبي الوطني. دكتور بريش أو البروفيسور بريش، مساء الخير ومرحبا بك على قناة البلاد ولو عبر الهاتف. شكرا أستاذ محمد على الاستضافة، وتحية لك وللسادة المشاهدي قناة البلاد، مرحبا، أهلا. نتمنى أن نشرح معك يعني هذا الزيارة ونقتلها بحثا. طيب، قراءتك لهذه الزيارة أستاذ، أول زيارة لرئيس الحكومة بعد تعيينه يعني يزور الجزائر مباشرة ويركز على انعقاد هذه اللجنة المشتركة العليا بين البلدين، ويتحدث الوزير أو رئيس الحكومة التونسي حول يعني اتفاقية التبادل التفاضلية بين الجزائر وتونس، ويتكلم على الاستثمارات المتبادلة، ويتكلم على الاتفاقيات اليوم التي يمكن توقيعها، ويتمنى أنه ترتقي العلاقات إلى مستوى التشريعات على الأقل موجودة بين الجزائر وتونس، وربما حتى تحسين هذه التشريعات. كيف تقرأ هذه الزيارة أستاذ بريش؟ نعم، والله في الحقيقة القراءة الأول في الجانب السياسي والجانب الدبلوماسي، الجزائر وتونس يعني بلدين شقيقين متجاورين تجمعنا علاقات وروابط تاريخية، وهذه مهمة جدا في رسم المستقبل. يعني الدم الجزائري والدم التونسي امتزج في ساقية سيدي يوسف. نعم، تونس الشقيقة قدمت وناصرت الشعب الجزائري إبان الثورة التحريرية، وكانت القاعدة الخلفية للثورة التحريرية في غار ديماو وفي كل التراب التونسي. هذا أمر مهم جدا لأنه يعزز الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين الشعبين. ثم من الطبيعي أن الإخوة في تونس ينظرون إلى الجزائر ويقولون الشقيقة الكبرى الجزائر. وأعتقد ليست بالمرة الأولى أن أول وزير أو رئيس حكومة تونسي يكون زيارته بعد يعني تعيينه للجزائر، يعني هذه صارت العادة منذ سنوات، تكون أول زيارة للمسؤول الأول على الحكومة في تونس للجزائر، نظرا لأهمية الجزائر بالنسبة لتونس ونظرا لأهمية كذلك تونس بالنسبة للجزائر.
اللي تربطنا يعني فضاء طبيعي ممتد وحدود وإمكانات كبيرة من أجل التعاون الاقتصادي. دعني أقول بأن الأرقام تقول بأن فربما حجم التبادل التجاري في يعني السنوات الأخيرة بدأ يرتفع ويسجل أرقام يعني ولو ما زال ضئيلة، ولكن فيه أمور مشجعة، إذ حجم التبادل التجاري يناهز 2 مليار دولار يعني في السنتين الأخيرتين. نعم. وكما أشار السيد الوزير الأول أن كذلك فيه تطور وزيادة في حجم المشاريع. كذلك بالنسبة للآفاق الواعدة، وأنت في يعني في تقديمك ذكرت بأن في إمكانية كبيرة خاصة الآن بعد استكمال طريق السيار الشرق غرب في شطره الرابط مع الحدود التونسية، نتطلع لأن إعادة بعد خط السكة الحديدية عنابة تونس العاصمة. كذلك في إمكانية لتفعيل المناطق الحرة والقانون صادقنا عليه في المجلس الشعبي الوطني. نعم. العام. نعم. العام الماضي، وهو ينتظر فقط المراسيم التطبيقية وإنشاء المناطق الحرة الحدودية مع الجارة تونس. فكل هذا الأمر أصبح يعني يعزز من التعاون المشترك بين الجزائر وتونس. وفي الطرف التونسي، سوق السياحة الجزائرية التي يعني كل سنة حوالي أكثر من 1.5 مليون سائح جزائري إلى 2 مليون يتدفقون على مختلف يعني المدن السياحية التونسية، فهذا مهم جدا اقتصاديا بالنسبة لتونس، وينظرون أن الجزائر هي سوقهم السياحية التقليدية، ويعملون كل ما في وسعهم باش يحافظوا على هذا السوق، وهذا شيء. نعم. طبيعي وهذا شيء مشروع. نعم. كذلك فيه اتفاقيات مهمة جدا، يعني اتفاقية تفضيلية ما بين الجزائر وتونس، اتفاقية منع الازدواج الضريبي، اتفاقية التسهيل التجاري، اتفاقيات عديدة. نعم، يعني اعتقد انعقاد هذه اللجنة المشتركة العليا والمجلس الاقتصادي الجزائري التونسي اليوم تحت اشراف يعني وزير الاول الجزائري ونظيره التونسي من شأنها تفعيل هذه الاتفاقيات ووضعها حيز التنفيذ والدفع بالعلاقات التجارية والعلاقات الاستثمارية إلى الأمام، خاصة ونحن الآن في الجزائر يعني نستطيع القول باللي فيه جهد كبير من ناحية التشريعية ومن ناحية قانون الاستثمار، وإصلاحات كبيرة قمنا بها في الجانب الاقتصادي من أجل تهيئة بيئة استثمارية استثمار جاذبة للاستثمار. نعم. طيب أستاذ بريش، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وهو يتحدث يعني يقدم إمكانات الجزائر والإصلاحات اللي قامت بها والمشاريع التي أنجزتها، اتكلم عن المناطق الحرة الأربعة، يعني موريتانيا زوج تندوف وتيمياوين ومالي تنزواطين وتونس الرابعة، تكلم على طريق العابر للصحراء، تكلم على المعرضين الدائمين في مالي وموريتانيا وعلى البنكين كذلك، وقال بنك آخر في يعني في الأيام القليلة المقبلة في دولة إفريقية أخرى. الوزير الأول تكلم على مناخ الاستثمار في الجزائر، هل برأيك هذه اللجنة اليوم المنعقدة اليوم بالضرورة ستشجع المستثمرين الجزائريين والتونسيين على يعني أن يخطوا خطوات إلى الأمام في مجالات مختلفة في مجال الاستثمار والمشاريع وغيره يعني؟ نعم، الحقيقة يعني الشيء الكلام اللي تكلم فيه وما قدمه السيد الوزير الأول حول يعني أن الجزائر الآن يعني توجهاتها نحو السوق الإفريقية أصبحت حقيقة موجودة على الميدان من خلال الحقائق التي ذكرها، وأنا كنت يعني من المشاركين في بنواقشة موريتانيا منذ أسبوع ونصف تقريبا في افتتاح يعني البنك الاتحاد الجزائري في موريتانيا، وكان فيه بنك آخر في داكار بالسنغال، والمعرضين الدائمين للإنتاج والشركات الجزائرية في هاتين الدولتين. يريد من خلال هذا الأمر يقول باللي للإخوة التونسيين، نعم سنترافق معا من أجل خدمة تحقيق هذا الهدف، وهو أن ننظر إلى الفضاء الاقتصادي الجزائري والتونسي والفضاء الموريتاني في فضاء واحد جغرافيا وفضاء تكاملي من ناحية اقتصادية، حتى نعمل ونترافق معا بالشراكة بالتعاون الاقتصادي نحو هذا الفضاء اللي هو التوجه نحو
يعني افريقيا وخاصه السوق الواعده اللي هي غرب افريقيا اللي تقدر اكثر من 600 مليون نسمه. نعم. اللي تكون بوابتها يعني نواقشوط يعني موريتانيا وتكون بوابتها عن طريق تفعيل والاسراع في انجاز يعني الطريق الرابط ما بين تيندوف والزويرات بموريتانيا. فكل هذه العمل اللي تقوم به نحن في الجزائر ليس لنا في الجزائر وحدنا، بل يمكن للإخوة التوانسة من خلال المشاريع المشتركة أن نصبح ننظر إلى هذا الفضاء وامتداده الجغرافي فضاء واحد، نسعى إلى تثمين ما يزخر به من موارد يعني اقتصادية لصالح يعني البلدين ولصالح تنمية يعني التنمية الاقتصادية بما يعود للفائدة على الشعبين التونسي والجزائري في المرحلة ثم إلى كل الفضاء المغاربي. طيب أستاذ بريش، بالنسبة لي أنت تعرف أن وزير التجارة كان قبل أيام في تونس واستقبله يعني رئيس الحكومة التونسي واستقبلته كذلك نظيرته التونسية، وكانوا تكلموا على ضرورة يعني تفعيل القوانين الموجودة على الأقل والتسويق لها لدى رجال المال والأعمال التونسيين. هل برأيك يعني رجال المال والأعمال والمستثمرين الجزائريين والتونسيين، هل برأيك اليوم الجزائريين كذلك مطالبين بضرورة التفكير في الاستثمار في تونس وعدم الاكتفاء باعتبارنا أكبر شريك تجاري لتونس يعني خارج المحروقات؟ أنت قلت المبادلات التجارية لا تتعدى 2 مليار دولار على أقصى تقدير، والوزير الأول قال أنه خارج المحروقات يعني الصادرات الجزائرية ارتفعت إلى أكثر من 54%. هل برأيك على المستثمر الجزائري هو الآخر أن يفكر في الشقيقة تونس بإقامة استثمارات تونسية مباشرة أو شراكة أو حتى الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس خاصة من خلال المناطق الحرة أو المنطقة الحرة؟ نعم أكيد، يعني الشيء اللي تفضلت به هو هذا هو ما هو مطلوب في الحقيقة. يعني احنا الآن فيه حركية تجارية ولو بطيئة نسبيا في المناطق الحدودية وفي دخول السلع الجزائرية إلى تونس ودخول السلع التونسية إلى الجزائر، ولكن المطلوب هو أن نفعل يعني ونوضع موضع التنفيذ الاتفاقيات التفضيلية الثنائية التي من شأنها تسمح بزيادة حجم التبادل التجاري، والأهم من هذا هو يعني زيادة حجم المشاريع المشتركة والشركات المشتركة والاستثمارات البينية المشتركة. وأعتقد أن الظروف مواتية، لماذا؟ لأن الاستثمارات لابد تسبقها يعني ترتيبات، في البداية ترتيبات هذه تكون سياسية، التوافق السياسي والعلاقات السياسية الوطيدة والأخوية ما بين الجزائر وتونس، ثم الترتيبات المتعلقة بتحيين وتكييف القوانين وما نسميه بتجانس القوانين ما بين البلدين. وأعتقد أن نحن في الجزائر الآن لدينا قانون استثمار يعني من يوفر كثير من الضمانات، يعني ضمانات عالية جدا، ويمنح يعني كل الضمانات للمستثمرين الجزائريين والأجانب لكي ندخل في شراكات في قطاعات واعدة. كذلك الإخوة التوانسة عندهم تجربة يعني في كثير من القطاعات، في القطاع السياحي، في قطاع المؤسسات غير المتوسطة، في القطاع التحويل، الصناعة الغذائية. هذه التجارب وهذه الخبرة المتراكمة عند إخوان التوانسة بإمكان الرأسمال الجزائري والشراكة الاستثمارية الجزائرية أن تسمن ونتوجه بها يعني تدريجيا باش نروحوا إلى نترافق معا للدخول إلى السوق الإفريقية كما أشرت. والجزائر الآن تتوجه إلى التوسع في هذا السوق من خلال فتح بنكين في كل من موريتانيا والسنغال، فتح الخطوط الجوية المباشرة، فتح النقل البحري. أعتقد بهذا الشكل إذا كان فيه إرادة سياسية، إذا كان فيه تفعيل هذه الاتفاقيات، ستكون هناك نتائج إن شاء الله مثمرة للتعاون والاستثمار بين البلدين الشقيقين. طيب برأيك أستاذ بريش، أهمية دخول الجزائر يعني الأسواق الإفريقية واكتساح فيها مساحات مهمة جدا، أنا تكلمت قبل قليل على أو أنت تكلمت على البنكين، هناك بنك ثالث يعني سيفتح قريبا، ربما آخر في تونس، ربما آخر في ليبيا كذلك. يعني اهتمام الجزائر باستصحاب تونس
نحو الغرب الإفريقي. أهمية هذه الخطوة هذه في أولا على تونس وعلى الجزائر على حد سواء. والله هذا أمر يعني من حيث الجانب التاريخي والأخوة والروابط، ومن الجانب الأخلاقي السياسي، وكذلك من الجانب الحلم اللي طمحنا عليه في 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 الفضاء المغاربي، أننا نترافق وتكون تنمية، لأن لا يكفي أن نحقق تنمية نحن في الجزائر ويبقى يعني مستوى التنمية ومستوى يعني الاحتياج لدى عند جيراننا. لابد نترافق، وخاصة تنمية المناطق الحدودية، خاصة استفادة مما يسمى المزايا التفضيلية والمزايا النسبية اللي يتمتع بها الاقتصاد التونسي والاقتصاد الجزائري، حتى نخلق ما يسمى في لغة الاقتصاد التعاضد، لا سينرجي. وهذا التعاضد من شأنه أن يزيد في الميزة التنافسية للاقتصاد الجزائري بتعاونه مع الاقتصاد التونسي، لكي نستطيع أن ننافس في السوق الإفريقية، لأن السوق الإفريقية فيها منافسة شديدة، والآن كل الاقتصاديات الكبرى والاقتصاديات الناشئة الآن تنظر إلى إفريقيا وتريد أخذ حصة في السوق الإفريقية. ونحن الآن تواجدنا على الأرض بهكذا يعني بنوك، بهكذا يعني اتفاقيات مع دول غرب إفريقيا، من شأن هذا التعاون كذلك أن يعزز هذا التواجد، ونصبح ننظر إلى يعني المنطقة بالنظرة الاقتصادية، بمنطق الجغرافيا الاقتصادية، أنه فضاء تكاملي نستفيد من المزايا تاعه، ونتقاسم يعني الأرباح ونتقاسم الخيرات يعني في الجانب الاقتصادي. لا نصبح ننظر إلى جنسية المنتوج، أهو تونسي أم جزائري، بل ننظر إلى ما يمكن تحقيقه من عوائد وشراكة وأرباح ما بين المستثمر الجزائري والمستثمر التونسي في الدخول وتعزيز المكانة يعني للدخول إلى هذه الأسواق. ودعني قبل يعني حتى نكون يعني واقعيين، نلبي احتياجاتنا الاقتصادية واستثماراتنا البينية، ونخلق الوفرة في المواد والتبادل التجاري ما بين الجزائر وتونس في مرحلة أولى، ثم نترافق كما أشرت سابقا للدخول إلى هذه الأسواق، وتكون منافع يعني متقاسمة بيننا. طيب أستاذ بريش، هناك اتفاقيات لا محالة ستوقع بين الطرفين في الجزائر، يعني بين الحكومة الجزائرية والحكومة التونسية في مجالات عديدة جدا، بينها الجانب الأمني والعسكري بطبيعة الحال، الجانب الفلاحي، التعليم العالي، التكوين، الصناعة، الطاقة، وغيره من الجوانب الأخرى. هذه الاتفاقيات هل برأيك ستمهد هي الأخرى الطريق نحو يعني تقريب وجهات النظر وتبسيط الأمور بالنسبة للمتعاملين الجزائريين والتونسيين على حد سواء؟ طبعا الأستاذ محمد، أنا كما أشرت قلت باللي فيه كثير من الاتفاقيات صراحة، يعني لابد نعود إلى تاريخ العلاقات الاقتصادية والتبادل التونسي ما بين الجزائر وتونس، يعني يعود إلى سنوات ما قبل الاستقلال وبعد الاستقلال، وسنوات يعني مع يعني نتكلم هذا بألم بحسرة، يعني مع يعني تعطل يعني الفضاء التكاملي في الاتحاد المغاربي، فيه اتفاقات تفضيلية جزائرية تونسية وأكثر من 10 اتفاقيات. المطلوب منها الآن هو أن تكون هناك تحيين لهذه الاتفاقيات، والنظرة يعني الاستراتيجية تاع التعاون الاستراتيجي ما بين الجزائر وتونس، كما أشرت في الجوانب المتعلقة بالجوانب الأمنية، وهذا أصبح الآن مطلوب نظرا للتهديدات المباشرة في محيطنا الإقليمي، ولابد يكون فيه تنسيق أمني وضمان حماية التراب التونسي مع التراب الجزائري من أشكال التهديدات التي أصبحت موجودة في المحيط. ثم المقاربة، وهذه المقاربة الجزائر تتبناها مع تونس ومع كل يعني الجيران اللي تربطنا بهم حدود مباشرة، وهي المقاربة التنموية في المناطق الحدودية بإقامة المشاريع المشتركة، بتسهيل حركية التبادل التجاري، بإقامة المناطق الحرة، ثم نفعل
جل الاتفاقيات اللي ونحينها في القطاعات الاستراتيجية، في قطاع الطاقة، قطاع الفلاحة، قطاع البحث العلمي والتعليم العالي والتطوير التكنولوجي إلى غير ذلك من الاتفاقيات، ونترافق معا من أجل تحقيق هذه الأهداف المشتركة لتلبية احتياجاتنا الاقتصادية والتعاون البيني. نعم. ثم أننا نزيد من قوتنا التنافسية كما أشار السيد الوزير الأول، حتى يمكن أننا نروح أقوياء إلى إفريقيا، وخاصة المستهدف هو يعني الدخول إلى سوق غرب إفريقيا كما أشرت سابقا. أستاذ بريش، أنا بقولي دقيقتان فقط. نعم. الوزير الأول قال في جملة، قال لا نرى سقفا للشراكة بيننا وبين التونسيين، وقيس سعيد قال في ضمن يعني الرسالة اللي بعثها مع رئيس الحكومة، قال ركز على جملة، قال وحدة المصير والمستقبل المشترك. كيف تقرأ التصريحين يعني الاثنين؟ والله انا يعني من موقعي كبرلماني ومن موقعي كمتتبع للشأن الاقتصادي ومهتم بأهمية، نحن في عالم لا يؤمن بالضعفاء، نحن في عالم يؤمن بالاقتصاديات القوية وبالتكتلات الاقتصادية، أنا أدعو من موقعي هذا إلى ضرورة تحيين مقاربة تكاملية ما بين يعني في الفضاء المغاربي المتوافق، بدون يعني أن تكون هناك إعادة النظر في إمكانية إرساء يعني فضاء تكاملي ما بين الجيران الموثوقين والجيران المؤتمنين، ما بين الجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا، في إطار فضاء تكاملي اقتصادي من أجل الاستفادة من يعني والتوجه للمستقبل، وشراكة استراتيجية من أجل يعني تثمين كل الموارد والخيرات الاقتصادية التي تعود دون شك يعني على مصلحة الشعوب في هذه المنطقة، وهي البلدان اللي أشرت إليها، وهي تجمعنا روابط وثقة متبادلة وعلاقة جوار مصير يعني مصير مشترك ومستقبل مشترك اقتصادي يعود بالفائدة على الشعوب، هذه الشعوب وحدة المصير والمستقبل المشترك. أشكرك دكتور بريش، رئيس كتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، الحديث معك كان شيق، حاولنا أن نناقش يعني مختلف الجوانب المتعلقة بزيارة اللي أديها رئيس الحكومة التونسي إلى الجزائر، هي أول زيارة، نعاود نقول أول زيارة يؤديها بعد تعيينه رئيسا للحكومة، لبعث اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في دورتها 22 والتي لم تنعقد منذ 6 سنوات. الوزير الأول افتتح يعني الأشغال المنتدى الجزائري التونسي بحضور رجال أعمال تونسيين والوزراء التونسيين على رأسهم الوزير الأول. برامج البلاد مشاهدينا الكرام متواصلة، سعيد دائما بخدمتكم، ألقاكم غدا إن شاء الله إلى ذلك الحين، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.